يلا نتكلموا على لكن بريباريو الريجيونا. لا لا باينه باينه واخا ماشي مشكل ماشي مشكل، انا غنصيفط لكم حتى لي فيديو ديال باش تبريبارو سميتو لادريس اي بي. دونك انا نتكلموا على السيرفيس اس ام تي بي. دونك انا نتكلموا على الباكيج بوست فيكس اللي فيه لو سيرفيس اس ام تي بي. كتعرفوا لو سيرفيس اس ام تي بي شنو هي لا فونكسيون ديالو. دونك ممكن ندير لكم ان بيتي رابيل. دونك هو كوم شاك سيرفور، دونك يكون عندي ان سيرفور دو ميساجري الكترونيك و ان اوتر سيرفور دو ميساجري الكترونيك. دونك هذا كيجيري واحد لو ريزو فيه اون ماشين، نسمو هاد الماشين بي سي واحد، وهذا سيرفر واحد اس ار في واحد. وهنا لوتر ريزو اس ار في جوج كي فا سيرفير اون ماشين. وهنا بيان سور كاين ان ريزو يكون يقدر يكون الانترنت، كيهمنا ما كيهمناش نامبورت كو. دابا ان بيرسون هنايا في هاد بي سي 2 عندي اون بيرسون بارطاجي ليكرون. ما بارطاجيش ليكرون. دونك جو ريبيت، دونك عندي سيرفر 1 وهذا، وهنا كليون سميتو بي سي 1. بي سي 1 ديال هذا السيرفر يعني خدام في لو ريزو ديال السيرفر 1. وعندي ان اوتر سيرفر سيرفر دي 2 سيرفر 2 خدام بالنسبه لهذا البي سي 2. وهنا كاين الانترنت. دابا هاد لا بيرسون بغا صيفط ايميل، بغا صيفط ايميل لمن؟ لواحد الشخص اخر كاين هنايا عند بي سي ان. دونك هاد الشخص عنده كونت في سيرفر 1. نقولوا انه هاد الكونت هو يو ان اروباس شي دومين، دومين مثلا دومين دي ان. دونك هاد لا بيرسون اش كيدير؟ كي صيفط ايميل لمن الاو ان اروباس دي ان، كيصيفطو لمن؟ كيصيفطو للسيرفر ديالو. السيرفر ديالو اش كيدير؟ السيرفر ديالو فيه بيان سور سيرفر اس ام تي بي، كيمشي كيقلب على هاد الدومين ان شكون هو لو سيرفر ميساج غي الكترونيك ديالو، غادي يلقى انه هو سيرفر ان. بيان سور في هاد الحاله كنستعملو اش دي ان اس، كنستعملو الدي ان اس، وخصوصا شمن انغوجيسترومون كنستعملو هنايا شمن انغوجيسترومون كنستعملو الدي ان اس بالنسبة للميساج الالكترونيك ام اكس ام اكس. تخي بيان، دونك هاد سيرفر 2 اش كيدير؟ كيصيفط روكيت للدي ان اس كيقول له بغيت لونغوجيسترومون ام اكس ديال الدومين دي ان. دونك انا بغيت ام اكس ديال دي ان. هاد السيرفر دي ان اس اش كيدير؟ كيلقى هاد ان اكس كاين في سيرفر واحد اس ار في واحد، وكيجاوب هاد سميتو كيعطيه كيقول له لو سيرفر دو سيرفر 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 دو ميساج الكترونيك ديال دي ان هو اس ار في واحد. دونك هنا الدي ان اس راه مهم جدا في الميساجري الكترونيك. السيرفر هذا من بعد ما كتجيه الميساج، من بعد ما كيجيه الايميل، كيشدو كيصيفطو ديريكتومو للسيرفر دي ان اس او للسيرفر 1 في لابواط، لابواط ديال من؟ ديال لوتيليزاتور اللي سميتو اي 1. كلير؟ لابواط ديال لوتيليزاتور اللي سميتو اي 1. هذه هي الكومبورتمون ديال السيرفر ميل. دونك نعاود، انا بغيت نصيفط ايميل، انا هو هذا الشخص اللي كاين هنا على اليسار، بغيت نصيفط ايميل، اش كندير؟ كنكون عندي السميه ديال لوتيليزاتور اللي بغيت نصيفط له ايميل هو هاد اي 1. نديرو شي لون اخر كاع باش يكون واضح.
كولور خضر. دونك انا بغيت نصيفط ايميل، اش كندير؟ كنمشي نقلب على لادريس ايميل ديال لوتيليزاتور اللي بغيت نصيفط له ايميل. دونك هذا هو لوتيليزاتور ديالي، كنكتب ايميل كنصيفطو للسيرفر ديالي سيرفر 2. سيرفر 2 اش كيدير؟ كيمشي يصيفط روكيت دي ان اس، كيقلب على لوغيستوم ام اكس ديال الدومين كوريسبوندون لهذا لهذا الكونت. دونك هادشي اللي مورا اروباس هو السميه ديال الدومين. هو باش غادي يجاوبني، غادي يجاوبني غايقول لي سيرفر 1 راه هو لو سيرفر ميل ديال الدومين دي 1. من بعد كنطلب لادريس اي بي ديالو يعني لوغيستومو ا ديالو، وكنصيفط ديريكتومون ليميل لهاد لو سيرفر. باردون هنايا لو سيرفر اش كيدير؟ كيحطها في لابواط ايميل ديال يو ان. وهاد يو ان وقت ما بغاها وقت ما بغا سميتو يدخل لابواط ايميل ديالو يلقى الايميل ديالو. هذا هو الكومبورتمون جينيرال. دابا حنا الكا اللي غادي نديرو، غادي نديرو كا سامبل، كا ديال انه عندي ان سيرفر لوكال وعندي جوج ديال لي كليون. بي سي 1 و بي سي، هاد بي سي 1 و بي سي 2 هما غادي يكونوا غادي نعتبروهم بوغ لو مومون في وسط السيرفر. شنو معنى؟ غير ما بغيناش نكريو بليزيوغ سيرفر وصافي. هاد الشخص il va envoyer email، يعني هاد الشخص بيرسون 1 غادي يصيفط ايميل لبيرسون 2. كلير؟ دونك انا ندخل بالكونت ديال بيرسون 1 نصيفط ايميل لبيرسون 2. بيرسون 2 كيدخل بالكونت ديالو ويل فا غوسوفوار هذاك ليميل. صافي. الكونفيغوراسيون ديال هادشي لي تري سامبل هي هادي. لي زيتاب اللي عندي، اول حاجه نتاكد انه بوست فيكس قلنا هو الباكيج اللي فيه البروتوكول اس ام تي بي. دونك بوست فيكس كاين ساند ميل اللي كان وحدين اخرين، احنا بالنسبه لنا غنخدمو بوست فيكس. دونك اون فا كونفيغوري لو سيرفور. اول حاجه نتاكد ان الباكيج كدير الاونستروموسيون. ها كاينه لو غوجستون؟ لا لا كاينه. دونك نتاكد ان البوست فيكس انستالي. من بعد كندخل الفيشي د كونفيغوراسيون ديالو هو هذا سلاش او تي سي سلاش بوست فيكس سلاش مين بوان سي اف، وكنغير هاد جوج ديال البارامتر، البارامتر اللي كاين في السطر 77 البارامتر اللي كاين في السطر 85. ما يهمسنا كندير السميه ديال السيرفر ديالي، ندير اي سميه، وماي دومين هنا ضروري ندير السميه ديال الدومين ديالي اللي بغيت نخدم به. داك الدي ان اللي كنا كنتكلموا عليه قبيله في هذه الحاله ديالي هو تي ار اي بوان اس جي، ونديروا اي دومين بغينا. كاين هاد لي زوت بارامتر حتى هما مهمين، ولكن راه كاينين بار ديفو، كاين بار ديفو اولا ممكن نموديفيهم. دونك هنايا شكون شنو هما لي زانترفاس اللي من خلالهم كنتصنت لي روكيت على البروتوكول اس ام تي بي؟ وهنا ماي ديستينيشن يعني لي زيميل ديالي فين غنصيفطهم، نصيفطهم للدومين ديالي. وهنايا فين غادي تحطوا لي زيميل ديالي؟ هنايا في هذا السطر. دونك هادو حتى هما مهمين، غادي نديرهم في السطر 118 السطر 166 السطر 421. اخر حاجه ريديمار لو سيرفيس بوست فيكس، سي تري سامبل. الى بغيت تخدم بالبروتوكول اي بي فيرسيون 4 و فيرسيون 6 معاه، غادي تبدل هاد لابارتي ديال انيت بروتوكول، غتلقاها بار ديفو غتلقاها اول سافو ديال اي بي فيرسيون 4 اي بي فيرسيون 6. الى بغيت فقط اي بي فيرسيون 4 غادي تكتب هنا اي بي في 4 بلاص اول سافو ديال اي بي في 4 اي بي في 6. الا كتبتها الا كتبت اي بي في 6
غادي فقط يخدم في البروتوكول اي بي في 6. الا درت اي بي في 4 يخدم فقط في البروتوكول اي بي في 4. الا درت اور غيخدم فيهم لي دو اون ميم. دونك هادشي غادي نديروه دابا تو دو سويت رابيدمون. دونك هنا نديرو كونترول ال. اول حاجه نتاكد من الباكيج الانستالي. باكيج انستالي، ندخل الفيشي د كونفيغوراسيون. لي فيشي د كونفيغوراسيون خصكم تكونوا عاقلين حافظينهم. سلاش تي سي سلاش بوست فيكس مين بوان سي اف اونتري. كنمشيو للسطر شحال 77. سبعة وسبعين كان عندي ماي هوست نيم خصني ضروري نديرو. دوك هاو عطاوني اكزامبل. ندير اي كولي ونسمي السمية ديالي. مثلا غنسميه مثلا هوست فيكس. سميه اللي بغيت تسميه. غير عقلوا على هاد السميه راه ضروريه غتبان لكم واحد الوقت. عقلوا على مون بوست فيكس. نمشي للسطر 83 اللي فيه ماي دومين ياك. غادي ندير هنا ماي دومين. مهم ماي دومين. الى لاحظتم اللي كيعرف سميتو كيلونو. نديرو الدومين ديالنا مثلا اش. اش غادي نديرو؟ تي ار اي اس جي غادي نخدمو الدومين تي ار اي بوان اي اس جي. نمشيو السطر اللي من بعد السطر 118 مثلا. هنا اي انيت انترفاس هذا مهم. هذا هو 118 116. المهم انا راه ضارب على السطوره لانه ماشي اكزاكتومون 118. دوك هنا راه 116. دونك هنا انيت انترفيسز لوكال هوست. لوكال هوست ديال شنو معنى؟ غادي يجاوب فقط على اش؟ على لوكال هوست. كتعرفوا شنو هو لوكال هوست؟ لادريس لوكال. سميتو شحال هو؟ ادريس 127.0.0.1. ما كتعرفوش؟ لا حول ولا قوة. لوكال هوست ديما هي هذيك هي 127.0.0.1. دونك هنا درت اور شنو معناها؟ كلشي لي زانترفاس. هنا بالنسبة للبروتوكول كلشي لي بروتوكول سواء بروتوكول اي بي في 6 ولا اي بي في 4. اش باقي لي؟ ماي ديستينيشن. ماي ديستينيشن ماشي 66 مي 64. المهم داك الشيء تقديري كنت كاتب 160 هي 164. هنا ما ننساش ندير ماي دولار ماي ديستينيشن ماي دومين. هذه ماي ديستينيشن القيمه ديالها اش؟ اما نصيفط لراسي اما نصيفط لوكال هوست بوان السميه ديال الماشين ديالي اما ديريكتوم لوكال هوست اما الماي دومين. صافي ما ننساش انه لي زيميل ممكن يمشوا للماي دومين. تري بيان. الاخيره هي هوم ميل بوكس. غادي نلقاها كومونتي في السطر 421. غادي نقول له انه حط لي لي زيميل ديالي فاش في تيلد سلاش ميل دير. شنو معنى تيلد؟ دوسي بيرسونيل. دوسي بيرسونيل تري بيان. نمشي دابا ل 400 ما عرفاش. هادشي كلشي ممكن نكتبو ملاصق ماشي بالضروره نمشي ل 400 ولا شي. لا
لانه هادو سون دي كومونتير غير كنوريكم فين كاين اصلا لي كومونتير. هنايا 419 كنت انا كاد 21 يعني عندي شي مشكل. نحيد هذا وغادي نقول له لي زيميل ديال شاك يوتيليزاتور حطهم فاش في لو دوسي بيرسونيل ديالو وسط الدوسي بيرسونيل كريي واحد الدوسي سميتو ميل ديال. وانا كيعطيك دي زانفورماسيون اخرين راه كاينه بلاصه اخرى ممكن تلقى فيها لي زيميل يعني سي سويت الفيل داتونت يعني سي سويت. غادي ندير دابا نسجل اشاب دو بوين دبليو في كي ودابا صافي سيرفيس بوست فيكس برو ستارت ولا ستارت ستارت الا ما كانش ديجا مديماري هذا ديجا مديماري غادي ندير له رو ستارت باش يرو ديماري. دونك الا قال لي اوكي في الاخر صافي باش غادي نتاكد ممكن ندير نيت ستات نيت ستات مو جيلبين ونشوف البور 25 اس ام تي بي هي 25 البور 25 دونك لي كود سور توت لي زانترفاس هاد 000 كتعني كلشي لي زانترفاس هاد سور لو بور 20 25 وغادي نلقاها نورمالمون حتى في لي بي فيرسيون 6 علاش لان درنا انيت بروتوكولز درنا اول صافي دير حتى لي بي فيرسيون 6 خدام كولون كولون او لا دو بوين دو بوين كتعني انه نامبورت كيل ادريس اي بي. الا ما بغيتوش تشوفوا هادشي بيان سور كامل ممكن ديروا غريب باش تقلبوا على نقلبوا على في قد فين كاينه 25 شي كلشي في 25 ماشي مشكل نقلبوا على اش دو بوين 25 دونك دو بوان 25 كاين لي بي فيرسيون 4 ولي بي فيرسيون 6 سميت البروسيسوس ماستر بغينا نحطو على نفس البروسيسوس اي دي. دونك راه خدام البروتوكول. دابا غادي نتيستي انا غادي نعطيكم هنا اكزومبل ديال التيست ندير التيست فقط بليزوتيليزاتور العاديين اللي كاينين في لو سيرفور ولكن هذا ما فرضش عليكم. دونك هذا اكزومبل ديال التيست. دونك ممكن تستعمل لوتي تي نت دونك سي فاكولتاتيف ماشي بالضروره هذا غير باش نشرح لكم بحالاش نصيفط ايميل بهذه الطريقه اللي سميتو هنا ليكزيكيسيون الى بغيتو تشوفوا. دابا هنا غادي نجي نكري جوج ديال ليزوتيليزاتور باش يبان لكم. دونك غادي ندير يوزر اد ونسمي مثلا نامبورت كوا احمد مثلا باس دبل في دي احمد نعطي المود باس ديالو وندير تيليزاتو اخر سميتو مريم نبدل المود باس دابا غادي نصيفط ايميل ندخل اما بالروت ولا بمريم ولا باحمد ولا نصيفط ديريكتوم. دونك انا غادي نستعمل لوتي تيل نت وغادي ندير لادريس اي بي ديال لو سيرفور ديالي شحال لادريس ديال لو سيرفور ديالي اي اف كونفيغ موا ا دونك هذا تيلنت اسباس وغادي نقول انه باغي البور 25 البور ديال اس ام تي بي. لاحظوا هذيك السميه اللي كنت قبيله قلت لكم عقلوا عليها شفتوها فين تكتبت. دابا غادي ندير اش ايه هلو نفس الشيء اللي كاين كاين هلو كاين ايه هلو. غادي نقول اني انا سميتي مثلا احمد وغادي نقول فروم احمد تو مريم ايه هلو احمد فروم
بس باش نعقل واش فروم ولا ميل فروم. اه ميل فروم. دوك ميل فروم دو بوان نقول الايميل من احمد @ tri.esge هو الدومين اللي اختارينا قبل. قال لي اوكي احمد كاين rcpt لمن غنصيفط الايميل؟ مريم. مريم تخي بيان عكس مريم @ نديرو حتى هي حدا الدومين يعني. قال لي اوكي مريم كاينه ونكتب داتا ونكتب دابا الايميل ديالي. نكتب شي حاجه كيما نكتب مثلا ايميل دوبوي احمد فيغ مريم اونتري. الى ساليت كندير بوان وندير اونتري كيقول لي صافي راه دار في لا لين في لا فيل داتونت. وباش نخرج ندير كويت باي. بغيت نتاكد من الايميل ديالي غادي ندخل بمريم دونك اس او مريم. دخلت ديريكتوم لي انا هو كنت الروت. الى مشيت لهنايا قلبت على كات بغيت نشوف الكونتينيو ديال واحد الايميل. فين كاين هذا الايميل؟ في لو دوسي بيرسونيل ديال مريم دونك سلاش هوم سلاش مريم ميل دير. الى درت طابيلاسيون غادي يقول لي كاين نيو تومبورير و كورون كورونت كورون. ندير نيو قلب على نيو ندير طابيلاسيون غايقول لي كاين واحد ليميل اونتخي. غادي اش غادي نلقى فيه؟ غادي نلقى فيه لي زانفورماسيون ديالو بما فيهم داك ليميل داكشي اللي كتب دابا ايميل دوبوي احمد فيغ مريم. دوك ليميل هنا اللي نحطو كتكتب لي على شكل فيشي في لو دوسي بيرسونيل ديال لوتيليزاتور. فيشي في لو دوسي بيرسونيل ديال لوتيليزاتور. ماشي هي الطريقه اللي كتعرفوا نتوما الطريقه ديال اوتلوك اي انسي سويت. هذاك سي ان اوتر بروتوكول اما بوب 3 ولا اما بوب 4 اللي كيمكنني اني نتيليشارجي لي زيميل ديالي من لو سيرفور اللي هو هذا فيغ لا ماشين كليونت. كلير كلير يا شباب؟ وي اه وي نمشي.